نشوف الأول التحليل الفني وبعد كده هنشوف الواقع التحكيمية الواضحة جدا. نبدأ في التحليل الفني بالكابتن فهد خميس في قناة أبو ظبي الرياضية. بداية الحديث الوصل بطعم الخسارة التعادل كان له، وبطعم الفوز بالنسبة للأهلي المصري. ممكن الواحد لما يجي يعني يشوف المباراة ونتيجة المباراة 2-2 يكون فرحان، يعني اي وصلاوي فرحان وسعيد وما يتوقع، لكن خلال مجالات الملعب الوصل اليوم خسر النقطة، الوصل كان هو الأقرب بالفوز كأداء كنتيجة كأيضا فرص، الوصل كان أقرب بالفوز. ممكن الأهداف جت من طبعا الهدف الأول كرة ثابتة، يعني الحارس طبعا ما يلام فيها لأن في كثافة عددية، لكن الوصل قدر يرجع الشوط الثاني الى النتيجه وعد النتيجه وايضا يحقق التعادل. شوف ايضا لو تشوف الهدف الاول تعادل، يمكن اربع خمس لعيبه من الوصل داخل خط 18 طبعا. الرغبه كانت موجوده، الرغبه كانت موجوده ايضا والثقه، حسن الوصل بعد الهدف يلعب كان يلعب بثقه، وحتى قبل الهدف كان يلعب بثقه بشكل كان قريب ان يسجل. طبعا خليل خميس طبعا احد الاوراق اللي دفع فيها كابتن حسن العبدولي وحرس فارق في رد ليما يتوج مجهوده في المباراه بهدف صحيح. صراحه باداء جيد، يمكن افضل مباراه شفت فيها في نوس اليوم، توج بهدف. كل الامور تقول كان سايره ان الوصل يكسب المباراه، لكن المشكله الكبيره في الوصل الكور اللي تجي في القلب دائما تشكل خطوره في عمق الدفاع، في عمق الدفاع دائما تشكل خطوره على الوصل، ومنها جاء الهدف التعادل الاهلي. بشكل عام طبعا الوصل قدم مباراه كبيره اقول لك، وان شاء الله تكون هالمباراه هي عودته الى الدوري ايضا وعلى مستوى اللي الناس يعرفون عنه. يعني تفسيره، يعني انت لما تيجي تقول للناس كده ما شافتش المباراه، الوصل يتعادل 2-2 مع الاهلي او الاهلي يتعادل 2-2 مع الوصل في برج العرب، الناس الوصلويون هيبقوا سعداء جدا. لكن سياق المباراه بيقول ان خلاص دي اخر كوره في المباراه، ما اتلعبتش غيرها يعني. فهي طبعا بطعم الهزيمه ما فيش شك، واعادت الحياه للنادي. تخيل الاهلي لو كان خسر 2-1 يبقى عايز يكسب هناك كام؟ 2-0 2-0 او 3-1 واخد بالك؟ لازم يكسب فرق جولين وده مساله مش سهله طبعا. لكن دلوقتي اي مكسب يصعد. او اي تعادل فوق 2-2 يصعد الاهلي. فهل ده ممكن؟ ممكن. هل ده شاغل دماغ الاهلي دلوقتي؟ بقول لك لا، من دلوقتي مش شاغل دماغ حد النهارده. دي مباراه هتتلعب في دبي يوم 23 نوفمبر 22 نوفمبر. هيكون الاهلي باذن الله فرغ من البطوله الافريقيه لانه العوده 9 نوفمبر، هيلعب 2 و9 نوفمبر، عنده فتره كافيه لتجهيز فرقه بشكل جيد، عنده هيكون خاض عدد من المباريات المحليه في الدوري ويسافر باذن الله بفريق مكتمل القوه علشان باذن الله تعالى يتدارك المساله. والفتره دي بالذات هتبقى فيها فتره توقف لمعسكر المنتخب، فنتمنى ان شاء الله في خلال هذه الفتره خلاص الناس ما تقلقش، الاهلي عنده فرصه العوده للمنافسه العربيه تاني باذن الله تعالى. وزي ما اجل المواجهه بتاعه النجم اللبناني لحين وقتها، هيأجل مواجهه الوصل الاماراتي ايضا لحين وقتها. نشوف الكابتن خالد بيومي ايضا في قناه ابو ظبي الرياضيه، عنده دايما وابدا تقدير لمستوى الاهلي وقدرات الاهلي، نشوف بعد هذه المباراة كيف رأى ما حدث. الأهلي اللي قدمه اليوم في هالمباراة مو هو الأهلي المصري اللي متعودين نشاهده. نحن كنا متفقين من الأول إن النادي الأهلي عنده تفكير كبير جدا ذهنيا، حتى اللعيبة لو ما بيشتركوش في المباريات ولكن في النهاية عنده تفكير في البطولة في الفاينل بتاع دوري أبطال أفريقيا. مباراة الترجي مسيطرة على الجماهير، مسيطرة على الإدارة، مسيطرة على اللعيبة، مسيطرة على الجهاز الفني، وأنا متأكد من الكلام ده بنسبة كبيرة جدا. ولكن هو المفاجأة كمان أنا وجهة نظري إن كارترون ما شافش الوصل أو ما تابعش مباراة الوصل أو ما تابعش عدد من مباريات الوصل، ممكن يكون شافها آخر مباراة، لأن في بعض اللمسات اللي عملها حسن العبدولي يعني حتى في تغيير خليل الخميس
لو المدرب كارترون شافها كان ممكن يحصل تعديله بسيطه في الملعب يقدر يوقف خيل خميس اللي نزل قلب الماتش خالص في الشوط الثاني. صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاخطاء كتير جدا في النادي الاهلي في الرباعي الامامي في عدم القيام بالدور الدفاعي، لا الجناحين شريف وميدو قبل نزول الشيخ ولا صلاح محسن ومروان محسن. الاخطاء في المساحات اللي موجوده ورا الاجنحه سايبين جاب كبير جدا بين فتحي وبين ايمن اشرف ومفيش مساعده. الاخطاء في الاداء الفردي لاكثر من 6 لعيبه بالنسبه للنادي الاهلي اثرت كتير جدا على وضعيه انهاء الهجمه او الوصول للمرمى. كان الاهلي بيوصل بفوارق فرديه. الدفاع هو من تحمل كل شيء، الاربعه اللاعبين اللي تحت مع حسام عاشور نسبيا هم اللي شالوا كل المشاكل بتاعه النادي الاهلي النهارده، وخصوصا حاله الفوقان اللي كان فيها فابيو ليما وكايو وفينيسيوس ليما. اخر نقطه وهي التبديلات. الاهلي لم يستفد من تبديلاته، لا بهشام محمد ولا باحمد الشيخ، ما عملش شريف اكرامي حارس مرمى بحارس مرمى، انما ما عملش التبديلات. يعني الكابتن خالد بيومي هو بياكد على انه كل الاطراف كانت مشغوله بمباراه الترجي، الكل كان بيفكر في الترجي، الكل كان عنده تركيز في المباراه اللي جايه، لكن ده لا ينفي ابدا انه الوصل قدم مباراه محترمه جدا، انه المنافس كان عند درجه عاليه جدا من الجاهزيه ومن الاستعداد ومن التركيز ومن الدوافع. ويمكن تغيير الجهاز الفني واستغناءه عن مدربه الارجنتيني وتولي ادى حوافز طبعا جديده، ادى دوافع جديده وبث في الفريق روح جديده، وبيواجه الاهلي وعارف ان الاهلي قد ايه مشغول بالمباراه الاخرى الافريقيه، فبالتالي هو بيستغل الموقف وبيستثمر الفرصه وعبر عنها افضل تعبير وقدم نموذج محترم جدا للكره الاماراتيه.